هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن ثم استوى على العرش، ثم بمعنى الواو، يعني وقد استوى على العرش، أي الله يخبرنا بأنه خلق السماوات وخلق الأرض وهو قاهر للعرش ومتصرف فيه. هذا معنى الآية، لأنه في لغة العرب يقال زيد عالم ثم إنه فارس. شو يعني ثم إنه فارس؟ وفارس ليس معناه الآن وأنا أخبرك صار فارسا. والدليل من القرآن على ذلك هذه الآية: ثم الله شهيد على ما تعملون. ثم والله شهيد، لأن الله تعالى علمه أزلي أبدي، ليس حادثا ولا يتجدد له علم، هذا مستحيل، لأن الله عالم بنا وشاهد علينا قبل أن يخلقنا، وهو عالم بما سنفعل وبما سنكون عليه. إذن ما معنى هنا ثم الله شهيد؟ يعني والله شهيد على ما تعملون. هذا القرآن وهذه لغة العرب. أما هؤلاء المجسمة جعلوا الله كخلقه، كان في جهة الأرض بزعمهم، رتبها ثم طلع فخلق السماوات، ثم طلع فخلق العرش، ثم قعد واستقر بعد كل ذلك على العرش. ما هذا الكفر العجيب؟ وكذب وتشبيه وتجسيم، ونسبة العجز إلى الله، ونسبة التغير والاحتياج، وهذا كله مستحيل على الله. فإذن فالظاهر هنا أن ثم جاءت بمعنى الواو وليس لمعنى الترتيب كما شرحنا وبينا. هؤلاء المجسمة يصدق فيهم قول الناس رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. هؤلاء يقرؤونه بألسنتهم، هؤلاء يكذبونه في المعنى، يقرؤونه قراءة وفي المعنى يكذبونه وفي قلوبهم يكذبونه. كيف؟ هذا المجسم المشبه العنيد يقرأ ليس كمثله شيء لفظا، لكن اعتقادا ماذا يعتقد؟ على زعمه أن الله في جهة العرش، على زعمه أن الله بذاته في العرش، على زعمه أن الله له كيف. هذا يكون وافق الآية أم كذبها؟ كذبها. الله منزه عن الكيف. هم ماذا يقولون؟ هو له كيف، لكن هذا الكيف نحن لا نعرفه. يعني على زعم، هل هو مربع، مخمس، مسدس، مثمن، مثلث؟ هذا الكيف على زعم لا نعرفه، لكن هو كيف. ما هذا الكفر العجيب؟ لذلك كذبوا على مالك فقالوا، قال والكيف مجهول. مالك ما قال والكيف مجهول. مالك ما الذي قاله؟ ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. شو اللفظ الثاني المروي عن مالك؟ والكيف غير معقول. شو يعني غير معقول؟ مستحيل. يعني الله منزه عن الكيف.